أت علم النحو. بعد المدد الإسلامي في العالم واتساع رقعة الدولة، دخل كثيرا من غير العرب في الإسلام، وانتشرت العربية كلغة بين هذه الشعوب، مما أدى إلى دخول اللحن، واللحن هو الخطأ في اللغة وضياع الفصحى. اللغة الأساسية ضاعت عند العرب، حتى عند العرب أنفسهم. دعت الحاجة علماء ذلك الزمن لتأصيل قواعد اللغة، عايزين بقى يضعوا قاعدة، يعني ايه فاعل، يعني ايه مفعول، يعني يعرفوا الكلمات دي امتى تضم، امتى تنصب، امتى تجر، هيعملوا قواعد لمواجهة ظاهرة اللحن الخطأ اللي في اللغة دي، خاصة فيما يتعلق بالقرآن والعلوم الإسلامية. ما ينفعش أغلط في القرآن، فهيأصلوا القواعد. روي أن أبو الأسود الدؤلي اللي هو مؤسس علم النحو اللي خدناه في الفيديو السابق، مر برجل كان جاب لوحده وهو ماشي في الطريق يقرأ قوله تعالى من سورة التوبة: أن الله بريء من المشركين ورسوله. ما قرأش ورسوله، فقرأ ورسوله، جابها بالجر، يعني عطف على المشركين. وهذا خطأ شنيع، وهذا يغير المعنى تغييرا عظيما، فمعناها أن الله يتبرأ من المشركين ومن الرسول أيضا، وهذا خطأ شنيع. ولكن الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله بالرفع، أي رسوله أيضا بريء من المشركين. فذهب أبو الأسود الدؤلي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخبره بهذا الخبر الذي سمعه، فأمره علي بن أبي طالب رضي الله عنه بوضع علم لهذا الأمر. فأخذ أبو الأسود رقعة من ورق وكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام اسم وفعل وحرف. الاسم ما أنبع عن المسمى، يعني الاسم معنى في ذاته ونفسه، زي اسم إنسان، اسم جماد، اسم نبات. والفعل ما أنبع عن حركة المسمى، يعني قلت مثلا ذهب جاء، دي حركة المسمى، جاء محمد، ذهب علي. والحرف ما أنبع عما هو ليس اسما ولا فعلا. وبهذا نشأ علم النحو.